أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لمنطقتي القصيم وحائل، حيث دشن مشاهدينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال استقباله لأهالي منطقة حائل في قصر آجا عددا من المشاريع الحكومية، وتبشر هذه المشاريع بالازدهار والنمو للمناطق، وأيضا ترسم خارطة الغد المشرق والرؤية الثاقبة للمملكة، وتجسد اهتمام القيادة الحكيمة بمتابعة تطور وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات والتوجه المستمر بتحقيق تطلعات المواطنين. نشاهد مشاهدينا أبرز ما رصدته الصحف في هذا التقرير. الحرمين الشريفين في منطقة حائل عناوين الصفحة الأولى لمعظم الصحف المحلية التي خصصت صفحاتها لتغطية الحدث. صحيفة الرياض كتبت عنواناً سحب الخير تمطر في حائل، أشارت فيها إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله استقبل أمس في قصر أجا أهالي منطقة حائل ودشن ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات بالمنطقة والتي شملت الجوانب التنموية والتعليمية والإسكان والبيئة والمياه والكهرباء والسياحة وخدمات عامة تابعة للأمانة والبلديات إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية. وفي ذات السياق تناولت صحيفة الجزيرة كلمة أمير منطقة حائل التي ألقاها خلال استقبال خادم الحرمين لأهالي المنطقة، حيث قال: سحب الخير ما زالت تتوالى وما زال ربيع التنمية ينمو، فلم تغب حائل عن ذهن الملك كما هو سائر مناطق المملكة، وخير شاهد على ذلك جملة مشاريع التنموية التي دشنها ووضع حجر أساسها. في حين عنونت صحيفة المدينة صفحتها بيد الخير تصافح أرجاء الوطن، تناولت فيها تفاصيل المشروعات التنموية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في منطقة حائل، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك المشروعات التي بلغ عددها 259 مشروعا 7 مليارات و233 مليونا و159 ألفا. وفي موضوع متصل قالت صحيفة عكاظ في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان بشائر سلمان وما زال للبناء بقية، إن منطقة حائل حظيت خلال الزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لها بجملة من المشاريع التنموية والتي تفضل بافتتاحها ووضع حجر الأساس لها أيده الله لتلبي احتياجات المنطقة. مشاهدينا أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الإعلامي الأستاذ محمد العوني، حياك الله. حياك الله وحيا الله أستاذ المشاهد. أهلا بك. وأيضا ضيفي من حائل الأستاذ متعب العواد، صحفي في جريدة عكاظ، حياك الله أستاذ متعب. السلام، مرحبتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للزميل، وأيضا نقدم إن شاء الله حلقة تليق بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمناطق المملكة. أكيد طالما أنتم ضيوفنا أكيد بتليق بهذه التغطية بزيارة خادم الحرمين الشريفين. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك أستاذ محمد. تناولت الصحف المحلية تغطية خاصة بتدشين عدة مشاريع سواء كانت بالقصيم أو حائل، يعني لما نتكلم على زيارة الملك لحائل تقريبا دشن حوالي 259 مشروع بسبع مليارات ريال، كيف ترى حزمة هذه المشاريع في مسيرة التنمية في حائل؟ بلا شك لو استعرضنا هذه المشاريع أو الخدمات راح تقدمها هذه المشاريع، طبعا أغلبها أو جميعها مشاريع خدمية للمنطقة ولأبناء المنطقة، يعني هي غطت تقريبا نواحي عديدة وكثيرة بدءا من الشؤون البلدية والقروية وأيضا التعليم في عدة مراحل، أيضا كان فيها مشاريع لخدمات المياه، أيضا لم تغفل جوانب أخرى مثل السياحة والتراث في المنطقة، والمنطقة غنية بهذا الجانب بشكل كبير. صحيح. أيضا كان فيها تغطية أو كان في مشاريع للنقل وللإسكان في المنطقة، كان في أيضا مشاريع مستقبلية لكليات الطب والهندسة في جامعة حائل، أيضا كان في مشاريع لتعزيز منظومة الكهرباء في المنطقة،
فبلا شك هذه المشاريع راح يكون أثرها جدا كبير على المنطقة وعلى أبناء المنطقة، سواء في المستقبل الحالي أو سواء عفوا في الحاضر الحالي أو مستقبل المنطقة، راح بكل تأكيد راح يصحبها نهضة تنموية شاملة للمنطقة في الوقت الحالي في الوقت المستقبلي للمنطقة. نعم. راح تقود المنطقة بشكل أكبر، راح تكون أو راح تجعل من المنطقة جاذبة مستقبلا لاستثمارات لمشاريع أخرى كبيرة، وراح يكون أثرها بلا شك يعني كبير للمنطقة. جميل. أستاذ متعب، تعتبر منطقة حائل إذا يعني بنقول من أبرز مناطق المملكة من حيث موقعها الاستراتيجي في قلب الجزيرة العربية، أكيد ما في شك. سؤالي لك أستاذ متعب، إلى أي حد ستساهم هذه المشاريع التنموية التي يدشنها خادم الحرمين الشريفين في تنمية وتطوير المنطقة؟ أنا أعتقد أنه الموقع الاستراتيجي لحائل جوا وأرضا، أنا أعتقد منح حائل ميزة نسبية كبيرة جدا، ستساهم في النقلة النوعية للمشاريع الحكومية، وسينعكس عليها إيجابيا سواء في الاقتصاديات المدينة أو على مستوى اقتصاديات الوظائف العامة أو أيضا على مستوى التنمية البشرية. نتكلم سادة بدور عن حائل كعمق استراتيجي للمملكة، تبعد عن 11 عاصمة عربية ساعة واحدة جوا، تبعد عن أوروبا أو نقول وسط أوروبا 3 ساعات ونص. نتكلم عن حائل كمنطقة بضائع سواء للجو أو الأرض، نتكلم عن حائل سادة بدور سياحيا ثقافيا، نتكلم عن حائل. أنا أعتقد جميع هذه الميز موجودة في أو نقول نتكلم عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ونتكلم عن هذه الميز موجودة. أنا أعتقد أنه جميع هذه المشاريع من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا بمتابعة ودعم سمو سيدي ولي العهد، وأيضا إشراف جدا جبار من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، لتكون حائل أو لنقول أن تكون حائل جزء لا يتجزأ من تطور هذا البلد العظيم. التقاء خادم الحرمين وصوله إلى حائل بعد زيارته لأبنائه في منطقة القصيم ووصوله إلى حائل، أنا أعتقد أنها رسالة للعالم أجمع أن هذا البلد الغالي أو شعب هذا البلد الغالي دوما وأبدا في علاقة لا تنتهي مع قيادته، مع رموزه، مع يعني هاللبنة الكبيرة التي أسسها المؤسس الراحل طيب الله ثراه الملك عبد العزيز. الجميع يعني الجميع مبتهج في جميع جولات خادم الحرمين الشريفين، لكن الأجمل سادة بدور أن الميزة النسبية لكل منطقة دوما تكون حاضرة بأذهان صناع القرار، وأيضا الدعم والضخ الكبير التي وصل لمنطقة حائل. نعم، من هذه النقطة أنطلق لسؤالك أستاذ محمد. حرصت القيادة على تدشين عدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة بشكل متوازن يعني من فترة إلى أخرى. صحيح. ما مدى أهمية هذا الموضوع؟ هو بلا شك يعني هذه المشاريع راح يكون أثرها جدا كبير سواء على المنطقة أو على أبناء المنطقة، ونحن نعرف أنه إحنا لدينا رؤية 2030، الرؤية فيها مستهدفات كثيرة، حريصة القيادة على تحقيق هذه المستهدفات وعلى تطوير جميع مناطق المملكة بالتوازي، حريصة على أنه جميع مناطق المملكة وجميع أبناء المناطق يأخذون فرصتهم في هذه المشاريع، يأخذون فرصتهم في هذه الرؤية وفي تحقيق هذه الرؤية. لذلك تسعى القيادة على زيارة مناطق المملكة والتقاء بالمواطنين والتقاء بأبناء المنطقة وعلى تنفيذ مشاريع تنموية في هذه المناطق وعلى تلمس احتياجات المنطقة وأبناء المنطقة. وأنه احنا نعرف أنه من ضمن رؤية المملكة أنه يكون فيها أو أطلقت برنامج جودة الحياة. نعم. هو حريص على تحسين الخدمات وحياة أبناء المملكة وعلى تحقيق الرفاهية لهم، فلذلك أعتقد أنه من هذا المنطلق القيادة حريصة على زيارة المناطق على أنه تحقيق مستهدفات هذا البرنامج بالتحديد جودة الحياة في جميع المناطق، وأنه يحظى جميع أبناء المملكة بفرص متساوية من أجل العيش برفاهية وأيضا أنه يكون لهم دور كبير في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. نعم أستاذ متعب، من خلال متابعتك لهذا الحدث الكبير،
وبما أنك أنت في حائل، كيف قرأت ردود أفعال المواطنين من هذه الجولة التنموية؟ الحائلي أستاذ بدور أنا أعتقد أنه عاطفي ومبتهج دوما مثل الجبال، مثل أجا وسلمى. الحائليون لهم ود الجبال ولهم حب الأرض. أنا أعتقد الجميع كان مبتهج بقدوم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الجميع كان رسم الأفراح يعني على الشوارع، على الطرقات، على أيضا اللوحات التي تملأ الشوارع، تملأ المنازل. الجميع كان يعبر بطريقته الخاصة. شاهدنا مدينة جبة، ونتكلم عن مدينة جبة أو أحدى مدن التراث العالمي في منظمة اليونسكو، رحبت بالملك باللغة العربية، باللغة الطائية، باللهجة أو نقول باللغة العربية واللهجات المختلفة، اللهجة الطائية واللهجة الثمودية التي كانت تتميز هذه أو نقول على طريقة اللهجة الثمودية أو نقول اللغة الثمودية. الجميع كان مرحب في الملك سلمان جنوبا شمالا شرقا، جميع مكونات المجتمع. احنا شاهدنا الطفل يقدم قصيدة شعرية لسمو سيدي ولي العهد، شاهدنا أيضا الشاب يقدم قصيدة شعرية. الجميع كانت يعني كل مشاعر الحائليون قدمت بصورة جدا جميلة. والأجمل من هذا بدور أنه الجميع متفاعل، الجميع يعمل. أصبحت أو تحولت يعني بعد القصيم، يعني حتى القصيم كانت خلية نحل، حائل أيضا أصبحت خلية نحل. الجميع يعمل لتنظيم هذه الزيارة، لوصول خادم الحرمين الشريفين. طلاب المدارس شاهدناهم من المطار إلى مقر وصول الحفل، جميعها أشياء توحي أنه هذا الشعب العظيم وهذه القيادة العظيمة تقدم رسائل للعالم أجمع. هذا الـ هذا 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 الـ الاتحاد، هذا التكاتف، هذا الترابط قل ما تجده في دول كثيرة جدا. نتكلم عن نسيج اجتماعي محب لخادم الحرمين الشريفين لكل أبناء المملكة العربية السعودية. فما بالكم يعني من مدينة حائل، الجميع أيضا كان مبتهج. شاهدنا حفل جدا جميل، شاهدنا أيضا الملك وهو يقدم أو يلوح بيده الكريمة على أبناء هذا الشعب. أنا أعتقد جميعها بدور صور تعبر عن قوة التلاحم بين أبناء هذا الوطن الغالي، تعبر أيضا عن أنه هناك عمق وطني في كل أو نقول في قلب كل مواطن سعودي. نعم، جاءت هذه الزيارة أستاذ محمد وغيرها من الزيارات لمناطق المملكة لتؤكد حرص المملكة على تلبية متطلبات المواطن، كيف وجدت هذا الحرص؟ بلا شك أنه هذه الزيارة يعني هي أكبر دليل على حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين الوقوف عليها. أيضا هي تعتبر دافع قوي للقيادة للوقوف على مشاريع المنطقة ومتابعتها عن قرب والتأكد من تلبيتها لاحتياجات المواطنين. أيضا فيها تأكيد على أن القيادة سواء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أنه حريصة جدا على أن المواطن على رأس أولوياتها في أي منطقة من مناطق المملكة، وأيضا أنه القيادة حريصة على تسخير كل جهود المنطقة وأيضا الثروات التي حباها الله لكل منطقة بأنها تكون تسخر من أجل أبناء المنطقة. بلا شك يعني احنا شاهدنا في هذه الزيارات ولمسنا من هذه الزيارات رسائل كثيرة ورسائل عديدة. يعني مثلا زيارة الملك حفظه الله مثلا لمنطقة القصيم، منطقة حائل، حضوره حفل الاستقبال، أيضا التفاعل اللي شفناه من قبل أبناء المنطقة، أبناء المنطقتين، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في الأشياء اللي شاهدناها بشكل كبير جدا، تؤكد أنه في عمق علاقة بين القيادة وبين الشعب، في حب، في ولاء، في عرفان، في احترام متبادل بين القيادة وبين الشعب. وبلا شك يعني هذه رسائل كبيرة راح تبقى في الذاكرة. جميل جدا أستاذ متعب، احنا ذكرنا في بداية الحلقة بعدد المشاريع المنفذة أو اللي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، حوالي 259 مشروع ب7 مليارات ريال. ما انعكاس هذه المشاريع على أبواب المستقبل وآفاقه
أمام الوطن وأبنائه تحقيقا لرؤية الغد المشرقة 2030. أنا أعتقد أن تسير بصورة جدا جميلة، بدون نتكلم عن حائل نتكلم عن التحول الوطني 2020، نتكلم عن حائل نتكلم عن الرؤية السيادية 2030، بدور نتكلم عن حائل. وحائل أنشأت قبل فترة بسيطة جدا، قبل 3 أشهر أو 90 يوم من الآن، المختبر التنموي التابع لمكتب الاستراتيجية أو نقول مركز التدخل السريع. نتكلم عن حائل وهناك أمير أنا أعتقد رتب أولوياته بصورة جدا جميلة، توافقت مع الأولويات التي يقدمها مجلس التنمية والاقتصاد في الرؤية أو نقول في التحول 2020. أختي بدور، جميع هذه المشاريع التي نشاهدها افتتحت أو نفذت أو وضع حجر أساسها بناء على رؤية، والرؤية بناء على دراسة جدوى، ودراسة الجدوى بناء على إن شاء الله في يوم من الأيام ستكون سندات أو نقول تملك الدولة أو نقول أنها تكون يعني وسيلة دخل للدولة. أنا أعتقد أنه حائل من أوائل المناطق في تطبيق جميع المعايير الرئيسية في التحول الوطني. سمو الأمير عبد العزيز بن سعد وسمو الأمير فيصل بن فهد عملوا في هذا الاتجاه بصورة جميلة، وأيضا قابل ذلك مؤشر أداء للأجهزة الحكومية بصورة متناغمة. خرجنا بهذه المشاريع الضخمة التي مولت من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد. اختي بدور، حائل الان انا اعتقد انه تبقى لها ان يعني هذه الارقام ستكون يعني ستنتظر للمستقبل وستفتح إشراقة للمستقبل بصورة مختلفة جدا. سنشاهد أيضا حراك جدا جبار على مستوى الوظائف العامة. نتكلم عن مشاريع طاقة، نتكلم عن تراث وطني، نتكلم عن مشاريع في الطرق، نتكلم عن مشاريع أنا أعتقد أنه يعني نسير بصورة جدا جميلة ومتناغمة مع المستهدفات. رح نتكلم عن هذه المشاريع بالتفصيل سواء كانت حكومية أو تعليمية أو صناعية، لكن أستاذكم ضيوف الكرام بمتابعة هذا الفاصل عن أبرز المشاريع التي دشنها ووضع حجر الأساس لها الملك سلمان لأهالي منطقة حائل والتي تستجيب لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتمكين أيضا الرؤية الثاقبة والاهتمام الدائم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باحتياجات أبنائه المواطنين. نتابع مشاهدينا هذا الفاصل ونعود. مشاهدينا من جديد، أرجع لك أستاذ محمد. تكلمنا قبل شوي مع أستاذ متعب على المشاريع المتنوعة اللي هي 259 مشروع على 7 مليارات ريال. هذه المشاريع المتنوعة ما بين مشاريع تعليمية وحكومية وأيضا صناعية، كيف تجد هذا التنويع في المشاريع على أو أثره على البنية التحتية في منطقة حائل؟ هو بلا شك تنوع هذه المشاريع راح يكون لها أثر جدا كبير على المنطقة وعلى أبناء المنطقة. هو طبعا راح يقود المنطقة إلى نهضة تنموية عمرانية حضرية شاملة راح تشهدها في الوقت الحالي، وراح يشهدها أيضا مستقبل المنطقة. هي أعتقد أنها راح تجعل أو راح تقود أو تجعل المنطقة تتحول
من وضعها الحالي ووضعها الراهن إلى وضع أكبر ووضع أفضل وضع أفضل. يعني أنه مثلا القيادة مثلا تضخ حوالي 7 مليارات ريال في منطقة زي حائل، أيضا 259 مشروع، بكل تأكيد راح يكون أثرها جدا كبير على النهضة التنموية الاقتصادية، على اليد العاملة، على أبناء المنطقة، على كل المنطقة. لا ننسى أنه هذه المشاريع راح يكون تأثيرها مستقبلي، وراح يكون تأثيرها أيضا مستقبلي على أبناء المنطقة والأجيال القادمة في المنطقة. فبلا شك أنه راح تكون تأثيرها جدا كبير، وراح يلمسوا أبناء المنطقة في الوقت الحالي بإذن الله. أستاذ متعب، قيادة تسعى إلى المواطن لتلمس أحواله واحتياجاته، أيضا كذلك مشاريع تسهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة لكافة المناطق. سؤالي لك أستاذ متعب، كيف تصف هذا الحرص من القيادة على العمل في إنجاح رؤية 2030؟ أنا أعتقد أنه جميع المحاور الرئيسية في الرؤية والمحاور الثلاثة الرئيسية أنا أعتقد أنه بدأنا نلمسها على أرض الواقع. نتكلم عن مشاريع صحية، نتكلم عن مشاريع تعليمية، نتكلم عن مشاريع سياحية، نتكلم عن مشاريع طرق ونقل، يعني جميع هذه الأساسيات ترتبط بحياة أو معيشة المواطن اليومية. نتكلم عن مجتمع متطلع، مجتمع صحي، نتكلم عن مجتمع جميعها. نعتقد أنه كانت هذه المشاريع تراعي هذه الجوانب. نتكلم عن مشاريع بلدية أيضا وما ترتبط في حياة المواطن اليومية، أنا أعتقد أنها جميعها تؤسس لمستقبل جدا مشرق، سواء على مستوى الأحياء داخل المدينة أو أيضا على موجود على مستوى المحافظات. جميل جدا. سؤال آخر في هذه الحلقة أستاذ محمد، كيف تنظر لمستقبل حائل كمنطقة جذب سياحي؟ هو بلا شك منطقة حائل يعني هي لها تاريخ عريق، وأيضا هي حاضرة في التراث الحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية. من ضمن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في المنطقة كان في مشاريع تبع السياحة والتراث في المنطقة. نعم. أعتقد أنه هذه راح يكون لها تأثير، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية التي دشنت في المنطقة، في سواء في مجال النقل أو في مجال الكهرباء أو في مجال المياه. هذه كلها راح تجعل من المنطقة جذب سياحي مستقبلي بإذن الله. وإحنا نعرف أنه الجانب السياحي والتراثي له نصيب كبير من رؤية المملكة 2030، فأكيد أنه هذا راح ينعكس على منطقة حائل، وراح يكون لها بإذن الله حضور سياحي وتراثي في مستقبل المملكة العربية السعودية إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا لقانا فيكم انتهى في هذه اللحظة. في الختام مشاهدينا أشكر ضيفي في الاستديو الإعلامي الأستاذ محمد العوني، شكرا لك. شاكر لك. وأيضا أشكر ضيفي من حائل الأستاذ متعب العواد، صحفي في جريدة عكاظ، شكرا لك. شكرا استاذ بدور، وشكرا استاذ محمد العوني، وان شاء الله حائل من مستقبل الى اخر وجميع مناطق المملكه. اكيد اضم صوتي لصوتك. مشاهدينا وصلنا الى نهايه لقائنا فيكم اليوم، نلتقيكم غدا في حلقه جديده. الى اللقاء.